حزن للفقيد ريان، وهذه المقابلة سميناها مقابلة ريان، وباسم فريق راسينغ المامونية نتقدم بأحر التعازي إلى أم وأب الفقيد والمرحوم ريان، وإلى الشعب المغربي وإلى باقي الأمة العربية. وريان كأنه جاء أدى رسالة في هذه الدنيا وذهب بصمت، وك دائما كنكون مع الفئات الصغرى كمؤطر للفئات الصغرى، كنعرف الاحساس ديال داك الدراري الصغار وديك البراءه، واش غادي نقول لك، لان ان لله ما اعطى وان لله ما اخذ، وراه حنا كنا مصدومين في هذا الابن، وحنا بحال فقدنا ابن من الابناء ديالنا. وكما قلت ان ريان كان رساله، ورساله لكره القدم اولا اللي خلقت واحد الفتنه من قبل. نحن نقول بأن تكوين الفئات الصغرى على روح الريادية وعلى التماسك بينهم وعلى التعارف، والحمد لله أن هذا الموت ديال الريان كما قلت جاء رسالة فوحد الشعوب العربية بعد التفكك، فوحد الشعوب العربية. الرياضة أخلاق أولا، حنا بكل كنعطروا الدري الصغير كنعلموه إلا تسطح مع شي واحد التسامح، يقول يسمح لي، كتعلموا الآداب. والرياضة أصلا أخلاق وتعارف، تعارف بين الشعوب والقبائل. واحد الرسالة الموجهة للوالدين أنهم يبشرون بهذا المولود، إن شاء الله سيكون شفيعا لهم يوم القيامة، سيأخذ بيد أبويه ويدخلهم إلى الجنة. وأقول لهم بأنكم، فأقول لهم لله ما أعطى ولله ما أخذ. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك، وكنتمنى أن كل واحد اللي سمع هذا التسجيل يترحم على ريان ويصبر الوالدين ديالو. وكما قلت في الرياضة كتبقى أخلاق، كتبقى أخلاق. وراه هذه المقابلة سمينا مقابلة ريان، وهي مقابلة الحزن، حنا راه حازنين جميع على ريان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.